نتنياهو فقد الأمل من إعادة الرهائن، فقدم عرض مغري جدا لحماس، فماذا في آخر التفاصيل؟ عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 5 ملايين دولار وممر آمن للخروج من غزة لأي شخص يعيد رهينة. وقال نتنياهو: أقول لأولئك الذين يريدون الخروج، من يحضر لنا رهينة سيجد مخرجا آمنا لنفسه ولأسرته، وسنقدم أيضا 5 ملايين دولار عن كل رهينة، اختر، الخيار لك، لكن النتيجة ستكون واحدة، سنعيدهم جميعا. وأضاف نتنياهو متحدثا في ممر نتسريم في وسط غزة إلى جانب وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن من يؤذي رهينة سيدفع الثمن. نحن نتن جم تبورة של 5 مليون دولار لكل خطوف. רוצים לצאת מהמבוך הזה. מי שיביא לנו חטוף ימצא דרך פתוחה הוא ומשפחתו לצאת החוצה. חמאס לא יהיה בעזה. وقوبل عرض نتنياهو بغضب من والدة إحدى الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، وقالت: رئيس الوزراء يتاجر بحياة الرهائن. وانتقدت نتنياهو لعرضه المال على حماس، وقالت أن محاولته تقسيم غزة والحكم من خلال الرشاوى للخاطفين من شأنها أن تعرض الرهائن للخطر، وقالت: من غير المعقول أن الرجل الذي مول حماس يعرض المال مرة أخرى على حماس، في إشارة إلى صفقة مثيرة للجدل أرسلت فيها قطر ملايين الدولارات إلى غزة لسنوات بدعم من إسرائيل. ودافع نتنياهو عن المبادرة عندما أطلقت في عام 2018 قائلا أنها كانت تهدف إلى إعادة الهدوء إلى الكرة الإسرائيلية في الجنوب ومنع كارثة إنسانية في غزة. وقالت أم إحدى الرهائن: عندما تكون هذه هي استراتيجية رئيس الوزراء فأنا أفهم أنه ليس لديه نية لإنقاذ الرهائن، وسيستمر في المماطلة ويعتزم التضحية بهم وبالجنود على مذبح اعتباراته السياسية. وقال زعيم المعارضة الإسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته غير مستعدين للتضحية بكرسي واحد من أجل إعادة الرهائن. وأضاف لبيد في مؤتمر صحفي أذاعته قناة A24 الإسرائيلية أن نتنياهو يجب أن يكون واجبه الأسمى والأهم هو إعادة المختطفين وتأمين السلام للإسرائيليين، وتابع: قانون التهرب في الخدمة العسكرية جاء في وقت حرج جدا حيث يقتل جنودنا في ساحات المعارك، مضيفا: جنودنا ليسوا أغبياء وهم يعلمون جيدا لماذا أقدم على إقالة جالنت. وأضاف لبيد: مختطفون في الأنفاق منذ أكثر من عام واقتصادنا ينهار.